مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم محييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من ميدان المرموم ومن تحفة ميادين السباقات ومن دانة الدنيا دبي ضمن انطلاقات وتحديات هجني أبناء القبائل في انطلاقات سنة الثنايا، استمرارية انطلاقة أشواط الانتاج والمنتجين على أرضية هذا الميدان. ننطلق مع انطلاقات الخير والبركة ومع سابع أشواط أمسية هذه الليلة. في هذه اللحظات ننطلق مع قنوات دبي ريسنج ومع تاسع أيام مهرجان المرموم الختامي على الهواء بثا مباشر. أتقدم من المقدمة والصدارة، أتابع المركز الأول مقدمة الشوط في انطلاقة المحليات الجعدان الثنايا. أتقدم مع المحتفل على المركز الأول سعيد بن حليس بن راشد بن حليس الكتبي، من يقدم المحتفل في أول الأسماء الباحثة عن نواميس هذا الشوط. جمران على المركز الثاني، مطر بن حمد بن عصيان المنصوري على المركز الثاني، مروح على المركز الثالث، سهيل بن حمد بن الأسود العامري قادم على المركز الثالث. رابع المراكز أتابع المختبر القادم، سالم بن عبيد بالحلوش العامري ينطلق على المركز الرابع. خامس المراكز المختبر ليريو بن عامر بن يريو المنصوري قادم على المركز الخامس. النقلة إلى المركز السادس وأتابع التماس حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق القادم مع التماس. سابعا أتابع العامر حمد بن عبيد بن ثعيلب بن طهميمة العامري قادم على المركز السابع أو الثامن. في هذه اللحظة نتابع المركز الثامن، ثامنا مياس للسعيدي بن سرور بن سعيد الكتبي ينطلق على المركز الثامن. المركز التاسع المهندس لراشد بن صابر بن سعيد الكتبي. وناخذ المركز العاشر، المركز العاشر يتقدم مع هذا الانطلاق ومع هذا التقدم في هذه اللحظات. أتابع الوصول من لافي سعيد بن علي بن سعيد السبعة الدرعي. هكذا هي النتيجة، ندان الأول ما بعد انطلاقة هذه الشعارات، ندان الأول ما بعد مغادرة أول حزام في الثمانية كيلومترات والخمسة كيلومترات، نغادرها في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام عبر الهواء بثا مباشر عبر القنوات الناقلة لهذه الأحداث من المرموم من الليسيلي مهرجان المرموم الختامي. عودة مع البداية، عودة إلى الصدارة. المقدمة دائما تحمل كل التحدي والإثارة في عالم الأصايل وفي حضور هذه الشعارات. المحتفل على المركز الأول بن حليس لا زال يحتفل بناموس هذا الشوط. سعيد بن حليس بن راشد بن حليس الكتبي على المركز الأول قادم من الهير يقدم جديدة في المرموم، يقدم المحتفل في شوط المحليات الأصايل الثنايا الجعدان. المركز الثاني المختبر قادم، يريو بن عامر بن يريو المنصوري القادم على المركز الثاني. والمركز الثالث النقل إلى بشعار مروح سهيل بن حمد بالأسود العامري على المركز الثالث. رابعا القادم جمران مطر بن حمد
بن عصيان المنصوري قادم على المركز الرابع والقطاع الجنوبي وانتاجه قادم مع انطلاقته وتحدياته المختبر سالم بن عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري وصل في هذه اللحظات مع انطلاقته وتحدياته هذه الأسماء ما شاء الله مغادرتنا للأربعة كيلومترات نتابع نراقب المجموعة الثانية نتابع المركز السادس بقيادة العابر حمد بن علي بن عبيد بن ثعيلب بن طهميمة العامري قادم على المركز السادس بن طهميمة وصل في هذه اللحظة مياس السعيدي بن سرور بن سعيد الكتبي قادم من مدينة العين قادم من الظاهر ينطلق مع انطلاقة مياس يقدم انتاجه الثامن الصاعد بدأ يصعد في هذه اللحظات مع هذه اللحظة ومع هذه الشعارات محمد بن طماطم بن حمد العامري وصل مع الصاعد أول نداء للصاعد على المركز الثامن تاسعا هملول سلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف الكتبي أول نداء لشعار بن حبروت مع ندانا الثاني وسيم القادم وسيم بطي بن غانم بن علي المنصوري قادم مع انطلاقة وسيم وأول نداء لوسيم هكذا هي النتيجة بعد كيلو الغابات والثلاثة كيلومترات نتابع ونراقب الأسماء القادمة أسماء صالت وجالت على أراضي ميادين الخليج أسماء ننتظرها مع لوحة الإعلان نتابعها عبر القنوات الناقلة في الكادر السفلي عودة إلى البداية عودة مع المقدمة مع المختبر يريو بن عامر بن يريو المنصوري هالي الخزنة هم سيدين حتى هذه اللحظة قمة المسار مع هالي الخزنة على المركز الأول آمال أهالي الخزنة في أعناق المختبر اللي على المركز الأول القطاع الجنوبي يتحرك بإنتاجه يتحرك بتاريخه بإنجازاته راعي العاصمة قادم مع المختبر سالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري وصل في هذه اللحظات على المركز الثاني الثالث المحتفل يتراجع واهل الهير سعيد بن حليس الكتبي قادم على المركز الثالث الرابع الرابع مروح سيل بن حمد بالأسود العامري وصل في هذه اللحظات والخامس يأتينا هملول ياهي هماليلك يا بن حبروت سلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف الكتبي يا سلام يا سلام يا سلام بعد الثنين كيلومتر نتابع ونراقب الأسماء القادمة في هذه اللحظات الوصول من العامر حمد بن عبيد بن ثعيل بن طهميمة العامري وصل بن طهميمة وصل في هذه اللحظات الصاعد محمد بن طماطم بن حمد العامري ما شاء الله الشهم أول نداء للشهم راعي مبعد مسلم بن بخيت بن ناصر بن نوبي بن نوبي قادم وبالسبعة الدرعي قادم كذلك ومن القادم من القادم بطي بن غانم بن علي المنصوري وصل مع وسيم وسيم ولكن عود إلى الصدارة عود إلى البداية عود إلى المقدمة المختبر على المركز الأول بن يريو المنصوري بن يريو يريو بن عامر بن يريو المنصوري قائدا للمسار بعد الثلاثة كيلومترات ها هو ها هو على المركز الأول المختبر على المركز الأول والصدارة والمقدمة وجماهير ومحبين هذا الشعار يبارون للمختبر من اليمين ومن اليسار مع أجواء
الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير في ميادين السباقات. المختبر سالم بن عبيد بالحلوس وصل، ومروح سهيل بن حمد بالأسود، العامري قادم كذلك، والقادم أجمل وأحلى مع العامر حمد بن عبيد بن ثعيل بن طهميمة العامري، والخامس هملول سلطان بن حبروت. الله خلاص، قالوا الخبراء في عربة النقل سلم على أهالي الخزنة، روح مع أهالي الخزنة. من لديه أربع محركات تدفعه بقوة لكي يصل إلى قوتي ومكانتي وانطلاقة المختبر. المختبر وثباوية وخزناوية، وثباوية وخزناوية في مسار هذا الشوط. العصا في الابطان، التهنئة إلى عامر بن يريو المنصوري دعم هذا الشعار. خذ لأجمل صورة يا وليد البارودي مع هذه القلعة التراثية في المرموم. سلام الوثبة، سلام سلام الخزنة، سلام سلام بن يريو. اللحظة الأخيرة، الأمتار الأخيرة، ها هو على المركز الأول. المختبر نجح في اختبار هذا المساء في أمسية أبناء القبائل. تهانينا والناموس لريو بن عامر بن يريو المنصوري. المركز الثاني وصل ذيبان لسعادة أحمد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي. المركز الثالث اللي وصلنا هملول لسلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف الكتبي. الرابع العابر حمد بن عبيد بن ثعيل بن طهميم العامري، والخامس شكرا براشد. المركز الخامس المحتفل لسعيد بن حليس الكتبي. هكذا هي النتيجة، عودة مع التوقيت. المختبر يريو بن عامر بن يريو المنصوري قائدا للمسار من الثلاثة، وانهى هذا الشوط لصالح المختبر. نتابع التوقيت، لحظة التوقيت الزمني في الثمانية كيلومترات كالعادة 12:36 خمس اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني ذيبان لسعادة أحمد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي. على المركز الثاني هذا بن عبيد أبو عبد الله 12:41 أربع أجزاء من الثانية. سعادة أحمد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي هل الصاروي وصلوا على المركز الثاني. الثالث هملول 12:41 وسبع أجزاء من الثانية. هملول لسلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف الكتبي. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله.